تحية لكل مشاهدي مساحة الرياضة في صباح الشروق، ونرحب تحليلا لمختلف الأخبار الرياضية بمهند أبو حوا. مرحبا بك وصباح الخير. مرحبا بك، صباح الخير تيسير، وصباح الخير حمزة، صباح الخير على كل مشاهدي الشروق. أهلا مهند، نبدأ بدوري النخبة والهلال استعداده اليوم لمواجهة الأهلي شندي الذي لعب مع الخرطوم الوطني في نعم مباراة سابقة. صحيح، يعني الدوري احنا كان تكلمنا الأسبوع الماضي بالتحديد قبل انطلاقته بيومين انه هنالك اجتماع في نادي الخرطوم الوطني، وكان في تحفظ على لعدد من الانديه اللي كان ابرزهم الامل عطبره والاهلي الخرطوم. ويعني صحيح الجوله الاولى في النخبه كان فيها اشكاليات في انه عدد من الانديه لم تحضر، لكن اعتبرت مهزومه يعني. والقرار الاداري القوي نحيي عليه الاتحاد العام لانه يريد اكمال الموسم باي طريقه كانت، لكن يعني هو موسم استثنائي بعد موسم استثنائي سابق، يعني تم فيه تعديل شكل البرمجة والمجموعتين المقترح اللي كان تم به الموسم الماضي، ده امتداد لأزمات الموسم الماضي. يعني بنحاول كل مرة بنصلح في الموسم بتاعنا. يعني بعد ذاك المباريات حتى في دور التحدي أو في مجموعة التحدي صارت بشكل جيد في ولاية النيل الأبيض، والامور مشت يعني في النهايه. الانديه صراحه ما كانت مستعده بشكل كبير، انعكست الحاجه على المستوى الفني للاعبين على ارضيه الميدان من الناحيه البدنيه من الناحيه الفنيه، في اكتمال عدم اكتمال لبعض يعني ممكن اقول اجهزه الفنيه لبعض الانديه. القرار كان سريع، ومع انه ما كان مفاجئ لكن الانديه كانت تؤمل بشكل كبير على إلغاء الموسم واعتماد نتائج الموسم السابق، وما يكون هنالك في هبوط وفي صعود لأندية، لكن ما يكون في هبوط، لكن ممكن نقول خابت المساعي دي شيئا ما. والآن البطولة صارت كما يجب، الهلال يستعد إلى ثاني مبارياته مع الأهلي شندي، مباراة قوية جدا في رتم تصاعدي بالنسبة للهلال بعد أن واجه الخرطوم الوطني والآن يواجه الأهلي شندي، هي محكات حقيقيه. والمباريات اللي زي دي دائما ما بيكون فيها فرصه للتعويض باعتبار ان البطوله كلها من جوله واحده، سبع مباريات لكل نادي تتساوي المباريات، لكن هنالك ليس هنالك جوله اعاده، يعني ليس هنالك جوله للتعويض بالنسبه للانديه. فاي نادي بيكسب ثلاثه نقاط باعتبار سته نقاط امام المنافس اللي لعب امامه يعني، فلذلك الحسابات صعبه جدا جدا والضغوطات كبيره على اللاعبين وعلى المدربين. صح، والخط واحد يعني ما في رجعه فيه. خلينا كمان ننتقل للهلال، للمريخ من الهلال. والمريخ يمكن مجموعه من المشكلات، لكن خلينا نتكلم في الجانب القانوني والجانب لجنه التحقيق. التحقيق مع رمرام، ايقاف بكر المدينه، الشكوى المقدمه من حي الوادي نياله. طيب، مجموعه من الاحداث وسحاب الوادي نياله في المباراه الاولى وعدم وجوده في يعني المباراه او في الملعب، ده ادى لانه كان هناك تعقيدات في اجراءات هذه المباراه. المريخ غير مساله رمرم، وكذلك الاستقاله ثلاثه من الضباط الاربعه، محاوله احتواء مبادره اليوم من رئيس الاتحاد السابق معتصم جعفر للملمه مشكله الاستقاله بالنسبه لمحمد الشيخ مدني حتى يتم تسيير النادي والتحضير لجمعية عمومية. تبقى قلنا عضو واضح واحد في الضباط الأربعة، إذا ثبتت استقالة محمد الشيخ مدني ستكون هنالك مشكلة إضافية بالنسبة للمجلس، تكون هناك صعوبة كبيرة جدا في تسيير النشاط، خاصة أن أموال البطولة العربية هي المشكلة الحقيقية الآن، إضافة للمشكلات القانونية اللي ذكرتها مع بكر المدينة واحتجاج المريخ بأن المباراة اللي يتم فيها معاقبة اللاعب على هذه الأحداث تلقائيا تم يعني عدم اعتماد نتائجها يعني، وده باعتباره دوري جديد اللي هو سبع مباريات دي. لكن بغض النظر عما حصل، بكر المدينة كان يتمادى كثيرا في سابق المواسم في مشكلات بينه وبين الحكام، مشكلات بينه وبين بعض اللاعبين، سلوكياته كنا نتمنى أن ترتقي لأن يكون هو قائد المريخ وأن يكون هو لاعب كبير جدا في المنتخب الوطني، لكن يبدو أن المباراة ذاتها كان عندها حيثيات مختلفة أدت لأنه اللاعب ينفعل بهذه الطريقة. وذكرنا في تحليلك في صباح الشروق قبل كده أنه يا أخي يا بكر المدينة أنت تدرك تماما الوضع الراهن، الوضع الموجود، الاحتقان الكبير جدا جدا وعدم تقبل الظلم يعني.
واخذ الحق باليد ما كان بيشير بيصير في بيصير في 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 المسار الطبيعي للاحداث عموما. يعني مساله السلميه دي ما كانت موجوده في كره القدم يعني، ولو انه كره القدم هي لعبه بتاعت روح رياضيه. الجزاء كان من جنس العمل، وصراحه يعني كان بكر المدينه يستحق هذه العقوبه، لكن امام المريخ ايضا يعني خطوات قانونيه لاستئناف هذه العقوبه وربما تخفيفها. ايضا هناك عقوبه ماليه اضافه للعقوبه الاداريه للايقاف 20,000 تقريبا جنيه، ما بتمثل مشكله كبيره بالنسبه للنادي. وحتى الاتحاد ذكر بانه ربما تكون مناصفه بين اللاعب وبين النادي، يعني المشكله كانت مركبه. الاستئناف حق بالنسبه للنادي وبالنسبه للاعب لما يرونه من ظلم، وان كان نحن نرى انه العقوبه كانت في محلها، باعتبار انه اي لاعب ثاني لما يجي يقدم على اي تصرف حيكون في مخيلته ان العقوبات دي اصدرت على لاعب كبير جدا جدا بقيمه بكر المدينه. اتخذنا الاولمبي يحلق في اكثر من سماء وعينه مباشره على تصفيات امم افريقيا، نتحدث عن التدريبات والاستعدادات. استعدادات ومباريات وديه وانتظام كبير جدا في تدريبات المنتخب الاولمبي، وهم الامل الوحيد بالنسبه للكره السودانيه في المحافل الافريقيه والدوليه، خاصه انه التصفيات دي مزدوجه لامم افريقيا وكذلك للاولمبياد في طوكيو 2020. لذلك يجب انه كل الجهود بالنسبه للاتحاد العام ولجنه المنتخبات الوطنيه وكذلك اللاعبين نفسهم والجهاز الفني ينصب حول ان المباراتين القادمتين امام نيجيريا يكون هنالك استعداد جيد جدا، لان المنتخب النيجيري منتخب قوي. صراحه انا استذكرت بعض المباريات القديمه بالنسبه لمنتخبنا الوطني وبالنسبه للمنتخب الاولمبي امام المنتخبات القويه، دائما ما يكون هنالك مفاجات على اطار النتيجه بالنسبه للمنتخب، باعتبار انه انت بتستعد على قدر المنافس. يعني استعداد لما يكون امام يعني بتستعد لمنتخب نيجيريا ما زي لما تستعد طبعا كل الاحترام امام الصومال او جيبوتي. فلذلك يعني وضع هذه المباراه بقدرها الحقيقي وحجمها الحقيقي في اذهان اللاعبين وفي الجهاز الفني وما يتوفر لديهم من امكانيات اداريه وتسيير ومباريات ومعسكرات، سيكون هنالك ربما يعني نتيجه ستكون ربما تفاجئ بالنسبه للمتابعين. واتمنى انه يكون مستوى قوي، ما يكون في هنالك تحميل المسؤوليه قبلا بالنسبه للاعبين ووضع الضغط عليهم قبل هذه المباراه. صحيح، خلينا مباشره ننتقل لكوبا امريكا بعدين نرجع للامم الافريقيه. نبدا بكوبا امريكا واللقاء اللي كان منتظر بين الارجنتين وقطر. اللقاء كان منتظر، وطبعا السودانيين بيستذكروا مونديال 94 طوال، لانه المباريات كانت في توقيت صعب جدا جدا يعني، وحتى الان المباريات دي في توقيت صعب. يعني يحاول البعض انه المباريات اللي بتبدا 11:30 12 واحدة شويه ممكن الناس تتابعها، لكن المباريات اللي بتبدا من 2 طوالع بتبقى مشكله بالنسبه للمتابعين. وحتى عشان تصحى الصباح تشوف النتائج الانترنت المقطوع والحياه اللي زي دي تبقى مشكله بالنسبه لنا في متابعه الاحداث بشكل كبير. وحتى الجرايد المكتوبه بتعتمد في الاخبار العالميه بالذات بشكل كبير على المواقع العالميه، بتعمل كوبي بيست يعني طوالي، ما حتى مرات بيكون فيها اخطاء مطبعيه بيتصل هنا لهنا، فده بوريك الاعتماد الكبير على مساله الانترنت، مش في مسائل ثانيه. وسائل التواصل الاجتماعي دي حاجه ثانويه، لكن في عمود الشغل الصحفي نفسه يعني، وفي الصفحه الصحفي وفي متابعه الاحداث اول باول يعني. حتى واحد لما كان بيجي صباح الشروق بيكون في ابديت لاخبار جديده يعني، وفي صفقات جديده، ونحن في موسم بتاع انتقالات. لذلك تابعنا الاخبار الخاصه بهذه المباراه، والمنتخب القطري ادى بمستوى جيد جدا، وهو الغرض الحقيقي من مشاركه قطر في مثل هذه المحافل الدوليه كضيف هو المنتخب الياباني. صحيح. الارجنتين صحت من كابوتا السابقه وفازت على المنتخب القطري بهدفين دون مقابل، وامام الارجنتين باب مفتوح لتخطي الصعوبات الممكنه في بداياتها. وذكرنا انه الارجنتين منذ 40 عام لم تخسر امام في مباراه افتتاحيه في اي بطوله عالميه او في بطوله قاريه زي الكوبا امريكا، ويعني فتره طويله جدا جدا ما خسرت تقريبا 20 عام امام المنتخب الكولومبي. كانت مشكله بالنسبه لها في بدايات البطوله انها تخسر وتضع الضغط على نفسها مبكرا جدا قبل يعني المنافسات الحقيقيه في دور في الاقصائيات يعني بالنسبه لها. مشاركة المنتخب القطري ناخذها بعين الاعتبار، لكن
هي ما للمنافس على اللقب، هي أكثر لإعداد هذا المنتخب لمونديال 2022. لكن لو كنا في مقارنة سريعة ما بين الأرجنتين اللي هي في تصفيات كأس العالم وصلت لمراحل مختلفة، والمنتخب القطري الفائز بأمم آسيا، يعني برضو المنتخب القطري كما شاهدنا يعني لعب مباراة جيدة، فهذا يأتي عن طريق التدريب والتأهيل الجيد من خلال مدارس السنية أو أكاديمية سباير اللي هي خرج منها هذا المنتخب. نعم. فبرضو الاهتمام يجب أن يكون لمنتخبنا الوطني والنشأة القادمة يعني في الدوري بالمدارس السنية. صحيح صحيح، وأزيدك من الشعر بيت بأنه مسألة المراحل السنية اللي تكلمنا عنها قبل كده أنه ما ممكن تكون بالشكل الموجود الحالي ده صراحة، يعني لو دارين تقدم ما ممكن تكون بهذا الشكل الحالي اللي فيه كثير جدا من التجاوزات الأخلاقية للأسف الكبير، والتجاوزات في مسألة الأعمار بالنسبة للاعبين، تجاوزات في مسألة الجرعات الفنية اللي بتعطى للاعبين ديل، ونحن تبع هذا مدرسة، وكذلك الجوانب الإدارية الإداريين المتخصصين في هذه المراحل تأجيل لكورسات مكثفة لإعداد إداريين ومدربين وكذلك كوادر خاصة تقوم بهذا العمل الكبير. صحيح. وقبل ما نغادر كوبا أمريكا خلينا نأخذ غراءات عامة لكل المباريات في كوبا أمريكا، وأمس اختتمت المجموعة الثانية لكوبا أمريكا. طيب كوبا أمريكا المنتخبات الكبيرة ما حتجد صعوبة، أفتكر في أنه البرازيل تشيلي بالذات يعني حامل اللقب، وكذلك الأرجنتين وحتى كولومبيا والأوروغواي، دي من المنتخبات الكبيرة اللي دائما هي بتنافس في المراحل المتقدمة، يعني الأوروغواي وتشيلي والبرازيل والأرجنتين، البرازيل باعتبارها هي محتضنة هذه البطولة، الأرجنتين باعتبارها هي ربما تكون آخر بطولة لميسي قبل مباريات كأس أو بطولة كأس العالم القادمة، وده بيمثل تحدي كبير جدا بالنسبة لميسي في أنه يصنع نجمه في هذه البطولة، خاصة أنه خسر نهائيين في هذه البطولة، ودائما في الحديث للصراع ما بين ميسي في برشلونة وميسي الأرجنتين. صحيح، وده اختلاف المدارس واختلاف العناصر واختلاف الفلسفة ذاتها في كرة القدم، من الاستحواذ المطلق في برشلونة إلى الانتقال السريع واللعب الجمالي في الأرجنتين اللي استقطبت به جماهير كبير جدا حتى في الوطن العربي في السودان، يعني أهلينا أرجنتين، حتى في مدن عندنا الأهلي زمان لما كان يلعب كورة جميلة بقول لك أهلينا أرجنتين، بيلعب زي الستايل الأرجنتيني، ولذلك الأرجنتين مهما بلغ السوق بتاعها لديها جماهير ولديها محبين بميسي وبغير ميسي، يعني مع باتيستوتا كان هنالك، مع أرييل أورتيغا كان هنالك جماهير، ومع غيره من اللاعبين الموجودين اللي كانوا علامات قبل ظهور ميسي. كوت ديفوار وجنوب افريقيا في الكان، دي مباراة منتظرة لكل المشاهدين وكل المتابعين للمنتخبات الإفريقية، ولو ذكرنا بعض النتائج السابقة أيضا، المنتخب المصري مثلا فاز في مباراة الأولى بصعوبة، المنتخب المغربي فاز بصعوبة، المنتخب الجزائري فاز بسهولة، وكذلك المنتخب السنغالي، دي أبرز المنتخبات المرشحة لللقب. المنتخبين دي الاثنين مرشحين لللقب أو للذهاب بعيدا في هذه البطولة، خاصة المنتخب الإيفواري، لذلك يعني صعب جدا ان نتكهن بمثل هذه النتائج في هذه المباريات، خاصه ان المباراه الاولى، دائما المباراه الاولى دي عندها خصوصيات، يعني صحيح. المنتخب المغربي اللي فاز بهدف من نيران صديقه وانتزاع فوز سهل بالنسبه للمنتخب المصري رغم صعوبه بدايه هذه المرحله في المباريات الاولى، لذلك الجولة الأولى كلها بتديك انطباع عام عن الشكل الفني للمنتخبات، لكن التحدي الحقيقي بيكون في الجولات اللاحقة. أول مباراة بين منتخبين كبيرين في القارة بالنسبة للمنتخب الإيفواري وكذلك منتخب الجنوب أفريقي، اختلاف في المدارس من الكرة الإنجليزية في الجنوب أفريقيا وكذلك الكرة الفرنسية أو الستايل الإنجليزي الفرنسي في كوت ديفوار، لاعبين على مستوى عالي جدا جدا، اهتمام حقيقي بالمدارس السنية في جنوب افريقيا، يعني لاحظت جنوب افريقيا اذا كان في امم افريقيا او في تصفيات او في الجولات السابقة والبطولات السابقة بتلقى دائما تجديد في العناصر الموجودين في منتخب جنوب افريقيا، الثبات ما موجود كبير لانه في رفض مستمر ومتواصل بالمراحل السنية. دوري جنوب افريقيا من الدوريات القوية جدا جدا في القارة، يغطى في القارة وفي خارجها ايضا،
والبنية التحتية خاصة إنه استضافة كأس العالم 2010 متوفرة، كل شيء متوفر بالنسبة لممارسة كرة القدم وجعل المنتخب أقوى بالنسبة لجنوب أفريقيا. لكن هنالك نقطة غائبة في جنوب أفريقيا اللي هي مسألة التكتيك، يعني الكرة الجمالية في جنوب أفريقيا موجودة وكل اللاعبين يعني إذا ما قلت جلهم اللاعبين يتمتعون بقدرات فنية عالية جدا جدا ينقصهم التكتيك، وده التكتيك ده محتاج ثبات في العناصر زي ما قلت انه بيحصل تجديد مستمر، فلذلك مساله التكتيك الواحد بالنسبه للمنتخب او المدرسه الواحده بالنسبه للمنتخب بتكون مفقوده في جنوب افريقيا، لذلك ارجح كفه ساحل العاج قليلا يعني. ولانه المشاهدين دائما بينتظروا مننا يعني النتائج والتحليل لاخر المباريات، خلينا نتكلم عن مباريات الامس الجزائر وكينيا والمغرب وناميبيا. نعم، كينيا هي المشاركه الاولى في امم افريقيا. الجزائر فازت صحيح انه بهذه المباراه بشكل سهل جدا جدا. هنالك ايضا منتخب السنغالي فاز على المنتخب تقريبا الزامبي. منتخب السنغالي هو المصنف الاول في هذه البطوله والمصنف الافريقي الاول وال22 عالميا. منتخب يبدو من على الورق هو المرشح الاول لنيل هذه البطوله، مع انه المنتخب الزامبي منتخب قوي جدا جدا. المنتخب الجزائري بدأ بشكل جيد أمام المنتخب الكيني، ويعني المنتخب الجزائري عاد من بعيد، يعني آخر لقب تقريبا في الثمانينات بالنسبة للمنتخب الجزائري، غاب بشكل كبير جدا جدا عن التتويج بهذه البطولة، ودائما انفصال المنتخب الجزائري بشكل الفلسفة بالنسبة للاعبين المرتبطين بفرنسا وأغلبهم كلهم محترفين في فرنسا او في الدوريات الكبرى، يعني عندهم رياض محرز لاعب مميز جدا في مانشستر سيتي حامل اللقب الدوري الانجليزي. هنالك انفصال زي ما بنتكلم عن الارجنتين عن ميسي وعن برشلونه، هنالك انفصال في شكل الارتباط القوي جدا، هي ما مساله وطنيه لكن ارتباط بمساله المنتخب الجزائري اللي هو عاوز شنو، هو عنده العناصر، عنده الكفاءه، عنده القدره الكبيره جدا، عنده المدرب الممتاز، عنده قدرة التحدي وكل شيء متوفر، لكن هنالك نقطة غايبة إنه المنتخب الجزائري بيدخل البطولة دي بالذات عاوز شنو؟ يعني دائما المنتخب الجزائري ما بيصل لدور الأربعة، ما بيصل للمباراة النهائية في كثير من البطولات السابقة مع جودة العناصر الموجودة، وناهيك عن إنه هو كان وصل تقريبا إلى دور الثمانية في مباريات كأس العالم 2014، لكن منتخب الجزائري هنالك أكثر من علامات استفهام. فوز المنتخب المغربي أيضا يضعنا أمام تحدي آخر في أن المنتخب المغربي سيكون واحد من المرشحين لنيل هذه البطولة، رغم تصريحات مدربه قبل البطولة المستفزة للاعبين نفتكرها هي نفسيا أن المغرب غير مرشحة لنيل هذا اللقب. مهند أبو حواء الكاتب الصحفي والمحرر الرياضي، شكرا على الإضاءات اللي قدمتها من خلال صباح الشروق، كتر خيرك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا دائما مع مساحة الرياضة، نختتم صباح الشروق اللي بنتمنى دائما أنه يكون بداية إيجابية وموفقة للجميع. شكرا حمزة، كتر خيرك. تيسير، غدا فريق عمل جديد يعمل لأجلكم في محطات وفقرات مختلفة، تقبلوا عطر تحيانا وفريق العمل في رعاية الله. في أمان الله.